السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بس حابب ان انا اطلع اكلمكم في موضوع كده، يعني جوايا محتاج ان انا اتكلم معاكم فيه. في مشكله مع تجار الكتاكيت، عندهم مشكله معينه ان هم اسعار العلاف واسعار الاكل بتاع الكتاكيت ده زاد، فهو حس ان العمليه خربانه، فبيبتدي ان هو يعمل ايه؟ يبتدي ان هو يتخلص من كميه الكتاكيت اللي عنده باي طريقه. وشفنا بقى حاجات غريبة جدا، وشفنا مناظر يعني صعبة جدا في الفيس وفي السوشيال ميديا، وصور غريبة خالص. منهم اللي هو عبى الكتاكيت في شولة وبيرميها، واللي فرم الكتاكيت مش عارف كان عايز يعمل مرق الدجاج تقريبا وبتاع، وفي منهم اللي هو بيرميه في البحر وتخلصوا منهم بطريقة غير شرعية. يعني انا مدرك تماما في البداية الازمة اللي حاصلة، يعني تجار وقدي هم يعني بيمروا بازمة صعبة جدا، بس مش دي النهايه اللي تنهي بيها مشروعك، ولا سيما ما يكون فيها روح. يعني الكتاكيت دي روح، ما ينفعش ان احنا نتخلص منها بالطريقه دي. يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله كتب عليكم الاحسان في كل شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة. يعني حتى في القتل ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نحسن القتل. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليسن أحدكم أو وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني حتى في القتل وفي الشيء اللي هو الحلال ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نكون رحماء. لا، لقينا حاجات غريبة جدا، اللي يخنقهم واللي يحطهم في شولة زي ما قلت لكم في بداية اللقاء، وحاجات زي كده. أنا بقول لك مش كده، يعني مش ده الأسلوب اللي تنهي بيه المشروع بتاعك. يعني يا أخي والله تصدق بيها، يعني انت حاسس ان الموضوع بالنسبه لك كده كده خربان ويضربوا الاعور على عينيه، قال كده كده خربانه زي ما بيقولوا في الامثال. تصدق بيه، عندك 50 كتكوت، عندك 60 كتكوت، عندك 3000 كتكوت، ايا كان، حاسس ان انت خلاص وصلت لاقصى حاجه مش قادر تحتمل، تصدق بيه. وقف اي حد في اي سوق، الناس غالبه كتير جدا، ادي لاي حد، هتلاقي ناس كتير جدا محتاجه كتاكيت وعندها فايض طعام ياكلوهم ويشربوهم وهيعيشوا ابو زي الفل. لكن نتخلص منهم بالطريقه دي؟ ما انا ممكن مثلا ايه، اوقف اي حد بيهم في السوق يبيع كتكوته بجنيه، كتكوته بنص جنيه، كتكوته باي حاجه، هات اي حاجه وخد اي حاجه. المهم ما تتخلصش من هذه الروح اللي ربنا سبحانه وتعالى استأمنك عليها بالطريقه البشعه دي، ترميها في البحر او تحرقها او تطحنها او تخنقها، ده لا يجوز طبعا وحرام يعني. بس في النهاية أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يعفو عنا ويعدي هذه المرحلة على خير، ويفك الأزمة دي إن شاء الله، وربنا يصلح الحال. السلام عليكم.